السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو أنا عندي بعض العمليات اللي هتكرر كتير فتاخد مني وقت، فعايز أعمل لها زي ماكرو يسجل الحاجات دي. هاجي هنا تحت خالص هلاقي فيه ماكرو، أدوس عليه أختار اسم الماكرو وأختار الاختصار مثلا كنترول ألت إكس وأقول له أساين، بحيث لما أدوس ألت كنترول إكس يفعل لي الماكرو دوت وأقول له كلوز. أي حاجة أعملها دلوقتي هو بيبدأ يسجلها لي. ممكن أقول له مثلا إنسيرت تيبل وأروح مسجل التيبل وابدا اكتب فيه مثلا الخانات اللي انا عايزها، وتقدر تختار الجدول دوت وتديله شكل معين زي ما انت حابب. تمام. طيب لو عايز اوقف الماكرو هقول له وقف. طيب لو عايز اشغله، طيب لازم افعل حاجه هنا موجوده في الاوبشن في كاستمايز ريبن، هقول له فعل لي الديفلوبر، اعلم عليه صح هنا واقول له اوكي. طيب في اي وقت هاجي هنا اروح للديفلوبر في اي مكان واروح اقول له ماكرو واختار الماكرو اللي انا عايزه واقول له ران، يبدأ يعمل لي كل الخطوات اللي انا عملها. ممكن تعمل تنسيق مثلا او تعمل انسيرت الصور او تعمل لينكات، يعني الحاجات اللي هي تكرر معاك كتير بتاخد منك وقت ممكن تخلي الكمبيوتر هو اللي